السلام عليكم. في فيديو جديد اليوم غادي نوجد معكم ان شاء الله فطيره مالحه. كيجي الشكل ديالها زوين كما كتشوفوا، واهم حاجه انها ما كتاخذش لكم الوقت ودغيا كتصايب، وفيها واحد الحشوه اللي ساهله وكتجي لذيذه. ونتمنى ان شاء الله تجربوها. يلا ندوز لطريقه التحضير. غادي نبداو في طريقه التحضير. عندنا كاس ديال الحليب دافي، غادي نزيدو عليه معلقه ديال السنيده ومعلقه صغيره ديال الخميره. عندنا نص كاس ديال الدقيق، غادي نغربلوه مزيان. صافي، غادي نخلطو هاد العناصر ديالنا تتجانس مزيان. نزيد واحد الرشاشة ديال الملحة. غادي نغطيوها ونخليها تتفاعل لينا الخميرة، عاد غادي نرجعو ونكملو الطريقة. بعد ما تفاعلت لينا الخميرة غادي نزيدو عليها نص كاس ديال الزيت، ربع كاس عفوا ديال الزيت. غادي ناخذ البيضة اللي خدينا، غادي ناخذ غير البيض ديالها والصفر حتى الاخر، غادي نزينو به واحد الرشيشه ديال الخل باش تجينا العجينه هشه. غادي نضيفو دابا العجينه ديالنا، غادي نضيفو لها جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. صافي، نخلطو العناصر ديالنا مزيان. صافي، ها هي العجينه بدات كتجمع لينا. دابا غادي ندوزو للحشوه. غادي ناخذ مقله، غادي نديرو فيها الزيت، غادي نديرو البصله، غادي نزيدو عليها هذيك الفلفله اللي كانت صايبات معكم ماما في الفيديو، وغادي نخليهم يتشحروا مزيان. غنزيدو عليهم شويه ديال، غادي نزيدو عليهم نص معلقه صغيره ديال البزار ومليحه، مليحة على حسب الذوق. صافي، غادا نخليهم حتى يتشفروا لينا مزيان، ايوا غادا نرجعو معاكم. بعد ما دبلات لينا الفلفله والبصله غادا نزيدو عليها واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه، وغادا نزيدو عليها الربع كتبروا لنا مزيان. صافي، نخلطوهم مزيان، ومعلقه صغيره ديال الطماطم المركزه كتعطي واحد المذاق زوين في هذه الحشوه. دابا غادي نشكلوا العجينه ديالنا كويرات صغيرين.
سوا يكونوا نفس الحجم. غادا نكونو خدينا المارغرينا وغادا نديرو فيها الدقيق وغادا نخليوها في الفريغو حتى تشد فراسها شويه. صافي وغادا ناخذو الكويرات ديالنا هادو اللي صايبنا وغادا ندلكوهم نورقوهم مزيان. صافي غادا كاملين غادا نديرو ليهم بهاد الطريقة نورقوهم بحال هكا. دابا من بعد ما ورقناهم غادا ناخذو بالوحده بالوحده غادا نديرو فيها هاد المارغرين بحال هكا مزيان باش تورق لينا العجينه مزيان. صافي من بعد ما تورقات لينا غادي نقطعو الجنيبات بهاد القطعة ديال البيتزا باش تجينا ساهلة التقطيعة. صافي غادا نشدو طبسيل وغنحطو الوسط ديالها باش نعلمو بيه بحال هكدا كما كتشوفوا. صافي بعد ما كناخذوا الطبسيل كنعلموا به بحال هكا كنقسموها على 8. هذه الحشوه اللي صايبنا غادي نزيدوا عليها الطون، غادي نزيدوا عليها الزيتون، صافي غادا نبداو ناخدو الحشوة ديالنا ونحطها في الجناب بحال هكدا
احسن نحطو بيدينا باش ما تمشيش لينا داك المربع اللي صافي. دابا من بعد ما حطينا الحشوه ديالنا غادا نشدو هاد المربعات غادا نديرو فيهم واحد الشريطات بحال هكا. صافي وغادا نبداو نهزوهم بحال هكا. كيجي واحد ديكور زوين بحال هكذا. دابا ديك الصفر البيضاء اللي خلينا غادا نزيدو على شويه ديال الصوجا. وشويه ديال الحليب. وغادي نخلطوه مزيان. صافي دابا غادي ندهنوهم بحال هكذا. صافي بعد ما دهنهم غادي نديرو ليهم بواغو. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديالنا. كيتجي واحد الشكل زوين. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. وبسلامه عليكم وفيديو مقبل ان شاء الله.